نشوف اليوم الحمد لله الأمور تغيرت بالنسبة ل 2019، وما نسيش نرجع الوضع اللي كنا فيه في 2019، كلكم تعرفوه وذكرناها مرارا وتكرارا. أقول في كلمة واحدة: الحمد لله الذي نجانا وأغرق فرعون. الحمد لله، الحمد لله اللي بلادنا اليوم بهذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه النيرة اليوم تجتمع مع بعض باش تحيي حدث جديد في تاريخ الجزائر. جيت أمامكم طالب ثقتكم بالنسبة لاستكمال المسار اللي بديناه مع بعض، وكان مسار رغم ضيق الوقت، كان مسار الحمد لله حافل بالإيجابيات. ما درناش كل شيء صح، كمال لله، ولكن الخطوات اللي خطيناها خلت البلاد اليوم منعت من المؤامرة اللي كانت دايرينها لها.